عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. عواشر مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحلوه اللي كتجي الصراحه رائعه وهشه. المهم غادي نقدموها ان شاء الله للعيد. تقدروا من هاد العجينه وحده ديروا بزاف ديال الاشكال. تقريبا غتعطيك واحد البلاطو اللي غيكون منوع وغادي يجي زوين زعما للتقديم الصراحه، وحتى المذاق ديالها كيجي هشيش ورائع. المهم غادي تجربوها وغادي تشوفوا كيفاش كتجي، والمقادير ديالها جد جد بسيطه كيف ما كتشوفوا، ما فيهاش بزاف ديال المقادير. المهم هنايا عندي 250 غرام ديال الزبده ديال الحلوه، وعندي هنايا 4 ديال الفرماجات. تقدروا تعوضوهم بكيري، تقدروا تعوضوا هاد النوع، يعني تقدروا ديروهم 40، تقدروا ديروهم 30، ماشي مشكل. عندي هنايا حسب واحد جوج معالق كبارين ديال السكر الناعم، يعني سكر الثقيل. وعندي الدقيق على حسب الخليط كيفما كتشوفوا. انا عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، وغادي نشوف اللي غادي يجمع ليا العجينه. عندي خمار، غنديروا خماره حمراء، وعندي واحد الفانيه هنايا للذوق. المهم غادي نبداو دابا على بركه الله، وغادي تشوفوا العجينه كيفاش كتجي. المهم دابا غادي نزيد هاد الفانيه ديالي، غادي نزيدها في الزبده باش نخلط كلشي صافي. وغادي نحاول ندخل هاد الزبده، غتكون بحراره المطبخ كيفما كتشوفوا، يعني ما لقوش فيها مشكل صافي. نحاول ندخل معاها هاد السكر. المهم بهاد الطريقة تحاول تدخلو كلشي العناصر مع بعضياتها، تحاول تدخلو داك الفرماج لأنه كيبقى شوية ضروري تدخلوه مع الزبدة صافي. وغادي نبدا نزيد في الدقيق، غنبقى نزيد شوية في شوية حتى نلقى العجينة اللي بغيت أنايا. المهم هنايا أنا قلت لكم عندي نص كيلو ديال الدقيق، ومنتوما غادي تشوفو شحال غادي تهز لينا هاد العجين، شحال غادي يهز لينا صافي. غادي نبدا نهز الدقيق، نزيد شوية بشوية. الناس اللي عندهم السكر يقدروا يستغناو على هاد السكر الثقيل اللي درت جوج معالق كبار، من الاحسن بلا ما يديرهم. راه حتى بلا السكر كتجي رائعه، يعني تقدري تفنديها غير بشويه السكر من الفوق كيجي المذاق ديالها رائع، كتجي هشه مع هاد الزبده والفرماج. المهم العجينه اللي حصلنا عليها تجي على هاد الشكل، يعني عجين تيجي رخو ورطب. المهم على هاد الشكل غادي نحاول نقسمو على ثلاثة، نقسمها على جوج، يعني باش نحاولو نديرو أشكال مختلفة صافي. غادي نحاولو نديرو هاد العجين على شكل دائري، على هاد الشكل، على شكل حرابل. يعني العجينة راه تجي رطبة، يعني كتخدمي بها كي بغيتي، ما كتمحنك ما تشي حاجه، يعني كتجي ساهله. المهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نقطعوها على هذا الشكل، شكل كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نستف الطاوله ديالي، يعني راه بالزربه ما كتلقايش معاها مشكل. المهم كناخذوا الشكل الثاني، نشوفوا كيفاش غادي نديروا ليه. حتى غادي نديروا على شكل دائري، يعني غادي نقطعوا بالكاس ولا بشي مقطع، يعني على هذا الشكل. يعني ضروري ترشوا هنايا الدقيق شويه، المهم بهاد الطريقه ما كنخليهاش غليظه بزاف وما كنرقوهاش بزاف. المهم على هاد الشكل صافي. انا جبت هاد الكاس على هاد الشكل الدائري،
صافي وغادي نبدا نطبع بهذه الطريقه. صافي حتى تسالي العجين كامل. يعني راه تتوجد دغيا. المهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، انا بغيت قد هذا الحجم، ما بغيتش تجي كبيره بزاف، واصلا ما فيها شويه ديال الخميره، يعني راه غادي تطلع لينا واحد شويه نتوما كتشوفوا السمك، يعني ما غليضاش بزاف. يعني باش نحاول نصنعوا واحد الاشكال مختلفه نقدروا نوعوا بها البلاطو ديالنا او الكبسه ديالنا. المهم هذا يعني الشكل الثالث، انا سرحته هنايا، سرحته في واحد الكارطه ديال الفرن، حيت غادي نديرو على شكل هلال على هذا الشكل، يعني باش نلقى واحد السهوله من اننا نبغي نهزو، يعني ما لقاش واحد الصعوبه يعني في التبليط غير يلصق ليا. المهم على هذا الشكل كيف ما تشوفوا، يعني نهزو بواحد السهوله. المهم على هذا الشكل كيف ما تشوفوا، يعني انا تتهز ليا دابا بسهوله مع هاد الكاغط، يعني ما كنلقاش معاه مشكل، هانتوما كيف ما كتشوفوا. المهم دابا انا غادي نكمل العجينه ديالي كامله وغادي نتلاقاو. المهم غادي نطيب على درجه الحراره 180 درجه، يعني راه دغيا كطيب لينا نتوما عارفين فيها الزبده دغيا غتحمر، غنشعل عليها من التحت ومن بعد غادي نشعل عليها من الفوق دغيا. المهم كيف ما تشوفوا من بعد ما طاب لينا الحلوه ديالنا، نتوما كيفاش كتشوفوا راه تجي الصراحه زوينه وهشيشه، والمذاق ديالها الصراحه كيجي رائع. المهم هذا النوع الاول انا غادي ندير ليه سكر ثقيل من الفوق. المهم هذا السكر الثقيل عندي فيه اصلا الفاني، فيه النكهه عاود تاع الفاني، يعني تعطيها واحد المذاق. المهم حتى دابا باقي سخونه، خصني ندير ليها سكر صغير باش يشد فيها مزيان على هذا الشكل. المهم كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل الثاني اللي درتو على شكل دوائر. انا دابا درت الشوكولاط ديالي، شوكولاط اسود اللي دايب في حمام مريم، دوبته مع شويه ديال الزيت، يعني حتى بواحد المعلقه صغيره باش عاود ما نجريش، باش يعني باش ملي نسالي منه انا بغيتو يجمد ليا فوق الحلوه، ما بغيتش. المهم بهذا الشكل غادي نبقى حتى نساليهم كاملين. راه ما تياخذوش لينا بزاف ديال الوقت دغيا كيوجدوا، حتى العجين راه ما كيتعطلش زعما في الطيب دغيا كيطيب. شوفوا انا ساليت دابا الدوائر ديالي كاملين، يعني انا غادي نزيد نزينهم بهاد الكركاع اللي غادي ندير وحده فوق الشكلاط، ما حندو باقي ما نشفش لينا، يعني غادي نحاول ندير هذا دابا.
المهم بهذا الشكل. المهم كيبقى اختياري، يعني تقدروا الحلوة كاملة دير فوقها غير سكر ثقيل، يعني هذاك تجي هكاك حتى هي زوينة. المهم انا غير بغيت نوع وصافي. الا بغيتي ديري من عجينة واحدة يعني ديري 3 ديال الاشكال مختلفة. بهذا الشكل حتى نساليهم كاملين. تقدروا ديروا لوزه حتى هي غادي تجي. المهم غادي تفنوا في الديكور وصافي. هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نخليهم حتى يبردوا مزيان ونشف لينا هذا الشكلاط. نخليهم هكا بهذه الطريقه. المهم دابا غادي ندوز للشكل الثالث. المهم كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل الثالث اللي درتو على شكل الهلال. انا درت دابا الشكل الابيض في حمام مايم كما كتشوفوا، يعني صافي غادي نديرو من الفوق. نحاول نقربهم باش ما يطيحش ليا الشكلاط اللي تحت بزاف. غادي نحاول نغطيهم كاملين. بهذا الشكل يعني خاصكم تخدموهم بحال هذا الشكل، لان الحلوه دغيا كتهرس ما يمكنش لينا ندخلوها في الشكلاط ونبداو نحركو، يعني كلها غادي تهرس لانها كتجي هشيشه. يعني هذه هي الطريقه ديالها باش الا بغيتي ديريها في الشكلاط. انت تاخذ لينا شويه الوقت ولكن معليش. بهذه الطريقه يعني خاصك تبقاي بشويه. انا غادي نكمل على الحلوة ديالي كاملة على هذا الشكل حتى نغطيها. كيف ما كتشوفوا انا دابا غطيتهم بالشكلاط ابيض. الا كان عندكم شويه ديال اللوز يعني اتحاولوا يعني ديروا فوقهم على هذا الشكل شويه لوز مهرمش او لا كركاع او لا كاوكاو، المهم المتواجد عندكم. المهم بهذه الطريقة نحاول نغطيهم شوية. المهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا انا غطيتهم دابا كاملين. المهم البنات النتيجه النهائيه ديال الحلوه ديالنا هي هذه. دي كيف ما كتشوفوا الصراحه راه كتجي رائعه وهشيشه، والناس تقدروا ديروا حتى اكثر من 3 ديال الاشكال يعني على حساب المتوفر والمتواجد عندكم. المهم انا درتها فقط بثلاثة ديال الاشكال، صراحه كتجي رائعه وكتعطينا تبصيل يعني منوع، يعني بلا ما تبقى ديري في بزاف ديال العجين وهذه وبزاف ديال المقادير. المهم من عجينه واحده تقدري ديري هذه الاشكال اللي كتجي رائعه، وحتى مذاقها بالتزيين اللي درنا يعني كيكون مختلف، يعني واحده مع الشوكولاط هذه مع الشوكولاط ابيض والكركاع مهرمش. المهم هذه مع الشوكولاط الاسود وهذه خليتها مع سكر كلاصي، يعني الصراحه كتجي رائعه. المهم تنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.